مرام، نبدأ من الحرب الأوكرانية. القوات الروسية تتقدم وتسيطر على 4 قرى في يومين، ما آخر التطورات الميدانية؟ نعم بالفعل يعني إسماعيل، هذا ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية خلال 48 ساعة في بيانين منفصلين. الأول أعلنت فيه عن سيطرتها على بلدتين تقعان في منطقة دونيتسك وهما سبيرني ونوفالكساندروفكا، هاتين المنطقتين. أضافت إليهما في اليوم التالي يوم أمس أيضا قرية جديدة تسمى نوفا بيكروفسكي، وهذه تكون القرية الثالثة على مدار يومين تسيطر عليها في مقاطعة دونيتسك، والتي تحاول أن تتقدم فيها وصولا إلى تشيسوفيار وبيكروفسكا أيضا لقطع الإمدادات الأوكرانية عند هذا الخط الفاصل أو الحدود الفاصلة بين مقاطعة دونيتسك ووسط الدول المدن الأوكرانية، وبالتالي السيطرة على كامل مقاطعة دونيتسك لتضيفها إلى مقاطعة لغانسك وبالتالي السيطرة على كامل إقليم دنباس. أيضا في خاركيف أعلنت السيطرة يوم أمس على ستيبوفايا نافاسيلوفكا وهي قرية تقع أيضا في مقاطعة خاركيف، في تقدم جديد تعلنه القوات الروسية في المقاطعة التي تحاول فيها إقامة منطقة عازلة حسب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأيضا تحدثت وزارة الدفاع عن تكبيدها القوات الأوكرانية لأكثر من 2000 جندي، وإضافة إلى عتاد ومعدات أسلحة كانت في تلك المنطقتين. بينما القوات الأوكرانية تقول أن المعارك ما زالت مستمرة وحامية في تلك المقاطعتين، إضافة إلى مقاطعة زاباروجيا أيضا التي تحاول روسيا التقدم فيها والسيطرة على عدد من المدن، كون أنها تريد طبعا أو تقول بأن زاباروجيا هي أحد المناطق التي ضمتها إلى أراضيها ويجب السيطرة عليها بشكل كامل. لكن مع هذا التقدم الروسي الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية، كان هناك ضربات مقابلة للقوات الأوكرانية على الحدود المشتركة، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط أو ضرب أوكرانيا ب 36 طائرة لثلاث مسيرة لثلاث مقاطعات حدودية، بلغراد، بريانسك وكورسك، إضافة إلى شبه جزيرة القرم. حسب إعلان حاكم مقاطعة بلغراد فيتشيسلاف دلاتكوف، قال بأن الضربات الأوكرانية أدت إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين من ضمنهم طفل، وبالتالي ما زالت حرب المسيرات مستمرة إلى جانب المعارك البرية التي تقوم بها القوات الروسية على مقاطعات تتركز في الشمال في خاركيف وتحديدا في الشرق في دونيتسك. هذه آخر التطورات، أعود إليك إسماعيل. طيب مرام، يعني إلى موضوع آخر وأيضا ليس ببعيد عن الخطوة أو عن التطورات الميدانية، تقارير تتحدث عن تعزيزات أوكرانية على حدود بيلاروسيا، وكييف تعلق على هذا الموضوع، ما التفاصيل؟ نعم بالفعل، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية عن حشد القوات الأوكرانية بشكل مكثف على الحدود المشتركة وإيصال عدد من العتاد والأسلحة والجنود، وتحديدا في منطقة جيتومير الحدودية بين بيلاروسيا وأوكرانيا. أيضا أضافت مينسك بأنها تنشر قواتها وعتادها بشكل مكثف، وخاصة فيما يتعلق بمجال الدفاعات الجوية بعد هذا التكثيف الأوكراني، وبعد إعلانها عن إسقاط مسيرة أوكرانية في الأسبوع الماضي، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى تعزيز دفاعاتها حسب تصريحات بيلاروسيا. ولكن أيضا هذا الأمر نفته كييف وقالت بأنها اتهامات تندرج في إطار الحرب الإعلامية البيلاروسية المدعومة من روسيا، وأن أوكرانيا لا تقوم بتعزيزات جديدة، إنما
تقوم بتغييرات في الخطة الهندسية ردا على ما تقوم به بيلاروسيا منذ 21 من يونيو حزيران الماضي بقيامها بمناورات عسكرية، وهذا الأمر حسب رأي كييف هو ما يشكل قلقا وزعزع للاستقرار على الحدود المشتركة البيلاروسية الروسية. لكن أيضا هنا إسماعيل كان تعليق موسكو واضحا، وقالت بأن التقارير القادمة من مينسك تثير قلق موسكو، وبحسب تصريحات ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن حشد القوات الأوكرانية يشكل مشكلة لموسكو ليس فقط لمينسك، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة. ربما هذه الإجراءات تكون إسماعيل هي إضافة المزيد من الأسلحة الروسية وإرسالها إلى بيلاروسيا لوضعها على الحدود، وبالتالي زيادة التوترات ليس فقط مع أوكرانيا إنما أيضا مع بولندا التي تحاول أيضا عزل روسيا، ليس فقط باتخاذ إجراءات دبلوماسية أو سياسية إنما أيضا ببناء جدار حديدي عازل للحدود الروسية البولندية، وبالتالي يمكن أن يأتي الرد الروسي من خلال زيادة التسليح على الحدود البيلاروسية. ونحن نعلم أيضا أن هناك اتفاقات أمنية مشتركة بين بيلاروسيا وروسيا، ودائما موسكو تتحدث أن أي تهديد للأراضي البيلاروسية هو تهديد لروسيا نفسها. تفضل إسماعيل. مرام، يعني إلى الهند، حيث تبدأ البلاد تطبيق قوانين جنائية جديدة وذلك دعما لمنظومة العدالة، ماذا تحدثين عن ذلك مرام؟ نعم إسماعيل، يعني حكومة ناريندا مودي التي تسلمها في ولاية أخرى كانت قد أجرت تعديلات على القوانين أو إلغاء لقوانين وإضافة قوانين جديدة لما يتعلق بالأحكام الجنائية. هذه القوانين كانت قد سنتها حكومة مودي السابقة في ديسمبر الماضي، ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ سوى يوم أمس الاثنين، حسب ما تم التصريح عنه أن القوانين الجنائية كانت تعود لحقبة الاستعمار البريطاني، ويجب أن تبدأ الحكومة الهندية بتطبيق قوانين جديدة تتناسب مع الروح الهندية. هنا وافق البرلمان على سن هذه القوانين وبدأت تكون سارية المفعول. من ضمن القوانين الجنائية أو الرئيسية التي تم التغيير فيها هي قانون استبدال ما يسمى بالتحريض على التمرد على السلطة، واستبداله واستحداثه ببند آخر هو أن يكون اعتبار القانون أو الاعتبار القانون الجديد أنه لحماية سيادة ووحدة الأراضي الهندية، وبالتالي استبدال العدالة بدل العقاب حسب التصريحات للحكومة الهندية. لكن أيضا من خلال بعض التصريحات للجهة المعارضة، كان هناك عضو في البرلمان ينتمي إلى حزب المؤتمر المعارض قال بأن هذه التغييرات هي هامشية، وكان يفضل أن تسمى تعديلات على القوانين الجنائية بدلا من وضع قوانين جديدة، وأن هذا الأمر قد يثير بعض الفوضى داخل العدالة الجنائية، وبالتالي هذا الأمر قد يؤدي إلى فوضى في القوانين الجنائية بدلا من استحداثها. لكن بطبيعة الأحوال بدأت هذه القوانين بمفعولها أو سيرى مفعولها منذ يوم أمس، وبعد موافقة البرلمان بالإجماع وموافقة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء ناريندا مودي. تفضل إسماعيل، أعود إليك. من موسكو مراسلتنا مرام حمسي، جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات.